أسأل حضرتك سؤال أخير متعلق بيه، وإحنا بنمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، خاصة إنه يعني البعض بدأ يعمل مواقع فيها الحنين للملكية، يطالبون بعودة الملكية، أو في مواقع تانية تبتدي تطالب أحمد فؤاد ملك مصر السابق بالترشح لانتخابات رئاسة. أكيد تابعت ده على الإنترنت. يعني مش هيبقى، يعني قلت لك ده مستحيل، يعني مستحيل. ايوه، بس اتبنى للشعب المصري السعادة والازدهار. تحيا مصر، ومصر دايما. تحيا مصر. أيوة. بتوجه لحضرتك بالشكر ملك مصر السابق الملك أحمد فؤاد، ألف شكر على هذا الحوار وعلى الجولة التي تجولناها في منزلك وحول المنزل. بتوجه لك بالشكر. تحية.